من المطار مباشرة إلى المستشفى. مستشفى إيموري هو الأمل الوحيد الذي تبقى لموظفة منظمة الإغاثة نانسي وايتبول التي أصيبت بفيروس إيبولا في نيجيريا. وفي المستشفى في أتلانتا ستعالج بدواء جديد عولج به الطبيب الأمريكي كينت برانتلي الذي كان قد تعرض لإصابة مشابهة، ويقال إن حالته سرعان ما تحسنت بعد ذلك، لكن الباحثين لا يريدون استعجال النتائج. اختبرنا هذا الدواء لأول مرة على البشر، ونحن لازلنا بعيدين كل البعد عن استخدامه على نطاق واسع، وليس أمامنا حالات للمقارنة، إذ حتى الآن لا يوجد دواء ضد فيروس إيبولا. ومن المؤكد أن التجارب ستستغرق وقتا طويلا قبل إنتاج علاج ناجع صالح للتسويق وفي متناول جميع المرضى، ولذا ليس من المتوقع أن تتوقف ماكينة الموت عن حصد أرواح المصابين بفيروس إيبولا في القريب العاجل.